افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط 17 لتآكل المعادن بمشاركة واسعة من المتخصصين في مجال تآكل المعادن ومعالجة المياه الكيميائية. وسط ظروف مناخية متغيرة باتت في المقام الأول مناقشة ظاهرة تآكل المعادن باعتبارها مصدر قلق يواجه صناعة النفط والغاز في احتمالية وقوع أضرار جسيمة. مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط 17 لتآكل المعادن يطل بهدف توفير وتبادل المعلومات في مجال الوقاية والسيطرة على ظاهرة التآكل في صناعة النفط والغاز والصناعات الأخرى في جميع دول للعالم. مؤتمر صار له قرابة 40 سنة، الموضوع مهم جدا. طبعا شريان القطاع النفطي خطوط الأنابيب، والتعامل مع التآكل موضوع مهم جدا. طبعا مع الوقت يعني النفط والغاز تتكون فيه مكونات تزيد من تآكل خطوط الأنابيب، فتحتاج إلى مراقبة دائمة، تحتاج إلى معالجة مستمرة، وهذه المواضيع اللي يعنى بها المؤتمر. خلال المؤتمر تمت الإشارة إلى أن التآكل يشكل أيضا خطرا كبيرا على النفقات الاقتصادية، حيث أفادت بعض الحوادث أن مليارات من الدولارات الأمريكية تنفق على الوقاية من التآكل، ووفقا للأبحاث الصناعية فأن نسبة كبيرة من تكلفة التآكل يمكن تجنبها من خلال تطبيق التكنولوجيا القائمة بما في ذلك المواد المقاومة للتآكل، وأيضا من خلال تطبيق ممارسات الوقاية من التآكل والصدأ. إننا مقدمون على مشروع يعتبر ليس الأكبر فقط في تاريخ بابكو، ولكنه الأكبر في تاريخ مملكتنا الحبيبة. والاحتياط لمثل مشاكل التآكل والتي ممكن تولد مخاطر لحياة الأفراد وكذلك للممتلكات مما يؤثر على الربحية، طبعا أمر كبير يجب تلافيه حتى تواصل بابكو مسيرتها في مصافي الشركات الكبرى. طبعا المشكلة تم حلها بشكل أو بآخر، ولكن ليس تماما. هناك الحاجة إلى الكثير من الدراسات والبحوث من أجل التخلص من هذه المشكلة. الكثير من الممارسات الهندسية المتعلقة بالموضوع تساعد العاملين والمؤسسات العامة ومؤسسات الدول الخليجية في ترشيد الإنفاق على المتطلبات الصيانة في المنشآت هذه، خصوصا أن كثير من منشآتنا في منطقة الخليج لها عمر تعدت العمر الافتراضي لها. وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه 73 شركة من 29 دولة، عرضت أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال تآكل المعادن، إلى جانب عرضها التجارب في هذا المجال من أجل إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها، بالإضافة إلى تعزيز دور الاستثمار في هذا الجانب. ظاهرة تآكل المعادن تعد مشكلة حقيقية على مستوى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط لعدة أسباب، أهمها الموقع الجغرافي والظروف المناخية، لذا يستوجب التصدي لهذه المشكلة على مستوى صناعة النفط والغاز والصناعات الأخرى. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.